تم اللقاء بسيادة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي حول دراسة مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات العليا، والحمد لله لمسنا فعلا احتراف في العمل وخطوات واضحة باتجاه الأمام، انصافا للطاقة الشبابية وانصافا لحركة الشباب والمساهمة في بناء هذا الوطن العراق الجديد ما بعد داعش، أخذ الشباب كدور فعلي ومحوري في بناء العراق. وكان رئيس الوزراء لمسنا من خلال حديثه فعلا أسلوب محترف بالعمل وسياسة بناءة لخدمة العراق من خلال شبابه ومن خلال النهوض بواقع العراق من خلال بنى التحتية وغيره بالاعتماد على طاقات الشابة، وإن شاء الله يعني متفائلين خير بهذا اللقاء وإن شاء الله يثمر عن نتائج فعلية في المستقبل القريب بإذن الله. التقينا بالسيد رئيس الوزراء والحمد لله وعدنا ان شاء الله وعدنا الامور خيرا، والقضيه بطور الحل ان شاء الله والامور ان شاء الله ماشيه على خير وعدنا الحمد لله والشكر. تم لقائنا اليوم بحضره الدكتور عادل عبد المهدي، طبعا كانت استجابه لمطالبنا الارائنا الكلامنا، لاحظنا يعني كلام الحمد لله كان مبشر بخير ووعدنا ان شاء الله لحل الاعتصام وتستجاب لمطالبنا حول قضيتنا.